أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب فرض طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف. الحديث الأول عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. في هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع بعض الأحاديث التي تدل على وجوب طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد معرفتهم. يعني المرحلة الأولى هي معرفتهم بمعنى الاعتقاد بهم، وبعد معرفتهم تأتي المرحلة الثانية وهي وجوب طاعتهم. الله سبحانه وتعالى قرن طاعة الرسول بطاعة الأئمة، حيث يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر الطاعة مرتين: أطيعوا الله، هذه الطاعة الأولى، ثم قال: أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قارن طاعة الرسول بطاعة أولي الأمر في طاعة واحدة. لماذا؟ لأن وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى هو وجوب بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فتجب طاعته ذاتا. لكن إطاعة غير الله سبحانه وتعالى إنما تجب لأن الله أمر بها، فتكون وجوب إطاعة غير الله بسبب أمر الله. لماذا يجب علينا أن نطيع الرسول؟ لأن الله أمر بتلك الطاعة. لماذا يجب علينا أن نطيع أولي الأمر وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام؟ لأن الله أمر بهذه الطاعة. فهناك فرق بين طاعة الله وطاعة غير الله من هذه الجهة. ولكن إذا الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أحد فطاعته طاعة لله أيضا. لذا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأن الله أمر بإطاعة الرسول. فإذا واحد عصى الرسول فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى بوجوب طاعة الرسول، فإذا أطعت الرسول فقد أطعت الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وذلك بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذن إطاعة الرسول هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، وإطاعة أولي الأمر قرنت بطاعة الرسول، فإطاعة أولي الأمر هي إطاعة للرسول وتكون أيضا إطاعة لله سبحانه وتعالى. من هم أولو الأمر؟ هذا قد مر في كتاب التوحيد الحديث عنه مفصلا. ليس أولو الأمر كل من سيطر على الحكم، حتى إذا كان فاسقا أو حتى إذا كان عادلا لكنه غير معصوم. لماذا؟ لأن الفاسق قد يأمر بمعصية الله، والعادل غير المعصوم قد يخطئ. زين، فإذا الله سبحانه وتعالى له حكم وأمر بذلك الحكم فتجب إطاعته في ذلك. الحاكم الفاسق أمر خلاف ذلك الحكم، زين إذا تجب إطاعته يصير تناقض، هل تطيع الله سبحانه وتعالى أم تطيع الحاكم الفاسق فيما خالف أمر الله سبحانه وتعالى؟ أو كذلك الحاكم العادل إذا خالف خطأ أمر الله سبحانه وتعالى، هل تطيع الله سبحانه وتعالى أم تطيع الحاكم العادل في خطئه؟ كلا، يجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتترك الأمر الذي أمر به الحاكم سواء كان عادلا أو فاسقا وكان خلافا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الآية في أولي الأمر تشمل الحكام الفسقة أو الحكام العدول الذين يخطئون يصير تناقض في الآية، هل نطيع الله أم نطيع هؤلاء في فسقهم أو في خطأهم؟ فإذن لابد أن يكون الحاكم في هذه الآية، أن يكون أولو الأمر في هذه الآية صاحب الأمر المعصوم الذي لا يخطئ الذي لا يعصي، يكون أمره بما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا أطعته فقد أطعت الله لأن أمر الله سبحانه وتعالى. كما أن إطاعة الرسول هي إطاعة لله لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام على آله، فلا يأمر بشيء خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية وآيات أخرى تدل على وجوب طاعة الأئمة. زين، من هم أولو الأمر المعصومون؟ أيضا ذكرنا مفصلا فيما مضى أنه إجماع الأمة على أن الخلفاء باستثناء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليسوا بمعصومين، سواء الذين تبوأوا السلطة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أبو بكر، عمر، عثمان، من بعد خلفاء وسلاطين بني أمية، سلاطين بني العباس وغيرهم، هؤلاء بإجماع الأمة ليسوا بمعصومين، فالآية لا تشملهم، وإنما ادعيت العصمة للأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهناك أدلة كثيرة على عصمتهم، ولكن من الأدلة صدق هذه الآية، لأنه إذا الأئمة من أهل البيت لم يكونوا معصومين هذه الآية ما لها مصداق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنه ذكرنا أولي الأمر في هذه الآية المعصومون، والإجماع غير أئمة أهل البيت ليسوا بمعصومين، فإذا واحد إجا وقال الأئمة من أهل البيت ليسوا بمعصومين فهذه الآية لا مصداق لها، يصير كلام لغو، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن اللغو وعن العبث، إضافا إلى أدلة أخرى دلت على عصمتهم، مثلا قول الرسول صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب: علي مع الحق والحق مع علي، الخطأ ليس بحق، هذا معنى ذلك أن علي بن أبي طالب دائما على صواب وهو يلازم العصمة، علي مع القرآن والقرآن مع علي، القرآن لا خطأ فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا أخطأ معنى ذلك أنه افترق عن القرآن، والرسول يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي. في حديث الثقلين الرسول صلى الله عليه وآله يقول: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، أهل البيت لا يفترقون عن القرآن، إذا كانوا يخطئون في خطئهم كانوا يفترقون عن القرآن، والرسول يقول: وإنهما لن يفترقا، لن لنفي التأبيد، يعني لا يخطئون أبدا، لأنهم إذا أخطأوا افترقوا عن القرآن، وهم لا يفترقون بنص حديث الثقلين المتواتر الذي رواه الفريقان. وهناك أدلة أخرى أيضا عقلية ونقلية. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المستقبل قد يكون هناك بحث مفصل حول عصمتهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا أولو الأمر طاعتهم قرنت بطاعة الرسول، وطاعة الرسول هي طاعة الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجب إطاعة أولي الأمر. طبعا الإطاعة بعد المعرفة، أول لازم تعرفهم من هم وتعتقد بهم. يمكن واحد يطيع لكن لا يعتقد، هذا ما يفيد. حينما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بايعه الناس بعد مقتل عثمان، زين الظروف السياسية استدعت أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يهاجر من المدينة، ذهب أولا إلى البصرة في معركة الجمل، ثم ذهب إلى الكوفة واستقر فيها إلى حين استشهاده. الناس اللي كانوا في الكوفة الأعم الأغلب من الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمعوا حديثه. لماذا؟ لأن عامة العرب باستثناء القليل من أهل مكة وهم المهاجرون، وباستثناء أهل المدينة، عامة العرب أسلموا بعد فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، تقريبا سنتين قبل التحاق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى. زين اجت وفود من العشائر والقبائل العربية المختلفة إلى المدينة، كانوا يسلمون ويرجعون، لكن ليس جميع العرب جاءوا إلى المدينة، وإنما النخبة منهم، الرؤساء منهم، شيوخ القبائل والوجهاء منهم. البقية لم يروا الرسول صلى الله عليه وآله. يعني قرأت في إحصاء تقديري أن العرب في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كانوا 1,000,000 واحد. زين أقصى حد يقولون الصحابة 100,000 إلى 180,000، يعني بقية العرب لم يروا الرسول. حتى ذول 100,000 أو 180,000 رأوا الرسول مرة واحدة مرتين في وفد إجوا، البقية لم يروا الرسول. ثم بعد ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله حينما فتحت البلدان ومنها العراق، هاجر كثير من هؤلاء إلى العراق وإلى مناطق أخرى، واستوطنوا في تلك المناطق وتناسلوا فيها، ومنها الكوفة. أكثر هؤلاء الذين كانوا في الكوفة ما كانوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا رأوا أمير المؤمنين قبل هذه القضية. بعدين كان تعتيم إعلامي على فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بسبب منع تدوين الحديث، فلذلك حينما جاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة، أكثر أهل الكوفة ما كانوا يعرفون أمير المؤمنين بأنه إمام مفروض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وآله نصبه في يوم غدير خم بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا ينظرون إلى أمير المؤمنين كحاكم، حاكم أتى ويحكمهم. زين الناس عادة يطيعون الحاكم خوفا أو طمعا أو عادة، فلذا واحد عندما يسأل أنه لماذا حدثت اضطرابات وقلاقل وظهر الخوارج وكانوا كثيرا ما يعصون، الكثير منهم يعصون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، السبب في ذلك أنه ما كانوا ينظرون إليه نظر إمام مفترض الطاعة، الغالب ينظرون إليه كحاكم. زين الحاكم حينما الأمور مستتبة الناس يطيعوا، إذا صارت اضطرابات لأي سبب من الأسباب قد يتمردون عليه. ولذلك الذين حاربوا في صف جيش أمير المؤمنين، هؤلاء ليسوا على درجة واحدة، البعض منهم كانوا يحاربون كأنه حاكم، وهذا ليست درجته كدرجة الذي كان يحارب في صفوف جيش أمير المؤمنين، باعتبار أن أمير المؤمنين إمام مفترض الطاعة، الناس أصناف. هذا الحديث معروف، شهيد أم جميل أو شهيد الحمار، حتى روته العامة أيضا. واحد جاء إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يبدو أنه كان منافقا، جاء للجهاد طمعا في أم جميل، لأن زوجها كان كافرا، فقصد من شركته ومشاركته في الجهاد أن يقتل زوج أم جميل وبعد العدة يتزوجها، أو رأى حمارا فارها لأحد المشركين فطمعا في ذلك الحمار، جاء يقاتل ذلك المشرك وذلك المشرك قتله، فلم يكن قتاله في سبيل الله سبحانه وتعالى. أو واحد آخر أيضا كما في بعض السير، في غزوة أحد جرح وكان في سكرات الموت، فقالوا له هنيئا لك الجنة، فهو في سكرات الموت قال أنه يا جنة يا نار، لا إحنا قاتلنا لأجل العصبية أنه محمد صلى الله عليه وآله اجعدنا وإحنا آويناه، الآن هم قاتلنا لقضية عصبية، عصبية جاهلية، وليس لأنه كان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. زين، هذا الإنسان في النار لأنه إنسان كافر أو منافق. وقسم من الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قاتلوا في سبيل الله، لم يكونوا منافقين، قاتلوا في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم. الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين كذلك، يعني في معركة صفين الخوارج من كانوا؟ كانوا ناس في صفوف جيش أمير المؤمنين، وفي الأيام الأولى قاتلوا، لأن حسب بعض التواريخ معركة صفين بدأت في أول صفر، وليلة الهرير كانت في 9 شهر صفر، وفي 10 أو 11 من شهر صفر ظهرت الخوارج. زين، ذول الخوارج كانوا في صفوف جيش أمير المؤمنين وكانوا يقاتلون، لكن كان قتالهم ليس اعتقادا بأمير المؤمنين كحاكم، فلذلك عندما كلوا من القتال وتعبوا الخدعة انطلت عليهم، خدعة رفع المصاحف. زين، هذا الإنسان ليش صار خارجي؟ لأنه بالأساس ما كان يعتقد بإمامة أمير المؤمنين، وإذا كان يطيعه إنما كانت إطاعة ليست إطاعة بعنوان أنها إطاعة مفترضة من الله سبحانه وتعالى. لذا في هذا الحديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر، ويجوز ذروة الأمر، كلا الوجهين جائز، ذروة الأمر وسنامه، يعني أهم مسائل أمر الدين، أعلى مسائل أمر الدين، ومفتاحه يعني مفتاح بقية الأمور. الرسول يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا واحد صار في طريق خطأ كلما يسير أكثر يبتعد أكثر، مفتاح الوصول إلى المقصد أن تسير في الطريق الصحيح حتى إذا كان وعر. يعني إذا أنت في مدينة تريد أن تذهب إلى مدينة في شرقك، الطريق إلى تلك المدينة وعر، لكن إذا سرت في ذلك الطريق ستصل إلى المدينة اللي هي في الشرق وهي مقصدك. لكن أنت إذا بدال ما تسير في الطريق اللي هو في الشرق وهو طريق وعر، تسير في طريق معبد مبلط إلى الغرب. صحيح أنت بدون مشاكل دا تسير، لكن كلما سرت أكثر ابتعدت عن الهدف أكثر. المفتاح هو أنه تسير في الطريق الصحيح. زين، هذا الطريق الصحيح إذا وعر في مشاكل لكن سيوصلك إلى المقصد. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، يعني الأمور المرتبطة بالدين، ورضا الرحمن يعني مرضي للرحمن، لأن الله هو الذي أمر به. وإذا الإنسان أطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر، الله سبحانه وتعالى يرضى، وإذا عصى فالله سبحانه وتعالى قد يغضب عليه. ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. بين قوسين نذكر حول كلمة تبارك وتعالى، ونحن نستعملها كثيرا وفي الأحاديث مستعملة كثيرا. تبارك بمعنى دام خيره، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك من البركة، البركة الخير الثابت، تبارك يعني دام خيره. تعالى هم معناها واضح، يعني هو العالي الذي يتعالى عن مشابهة المخلوقات. استعمال هاتين الصفتين وهذين الفعلين لعله لأجل أن تبارك دام خيره إشارة إلى صفات الفعل، لأنه أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وتعالى إشارة إلى صفات الذات، لأن ذاته تتعالى عن بقية الذوات المخلوقة. الطاعة للإمام بعد معرفته. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. لعل استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الآية للدلالة على أنه عندما قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه الطاعة للإمام بعد معرفته، هذا لأن طاعة الإمام هي طاعة الرسول، هي طاعة للرسول، وطاعة الرسول هي طاعة لله، وكذلك معرفة الإمام تستلزم معرفة الرسول، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله تستلزم معرفة الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود في هذا الحديث أن معرفة الإمام وطاعة الإمام أفضل من معرفة الرسول وطاعة الرسول، أو أفضل من معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله، لا، وإنما المقصود أن معرفة الإمام وطاعة الإمام تسوق الإنسان إلى معرفة الرسول وطاعة الرسول، وذلك يسوق الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعته. أنت الآن تشوف الفرق الإسلامية المختلفة، نشوف كثير من الفرق مجسمة تجسم الله سبحانه وتعالى، تقول بالجهة أن الله سبحانه وتعالى في السماوات مثلا، وتصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف غير لائقة. لماذا؟ لأنهم تركوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الأئمة يفسرون القرآن بما أخذوه من علم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. زين، هذا المجسم يجي يشوف آية الرحمن على العرش استوى، زين هي آية متشابهة يتصورها آية محكمة، استوى يحملها على معنى الجلوس الحقيقي. زين، الأئمة تبعا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله بيّنوا أن معنى الاستواء ليس بمعنى الجلوس الحقيقي، الاستواء بمعنى مساواة الأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء مخلوقات لله، نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة هي نسبة المخلوقية، لا فرق بين ذرة ومجرة. أو يجي هذا المجسم يقول أن الله سبحانه وتعالى هو عين حقيقية، يد حقيقية. زين، يستدل بهذه الآية بعيني تجري بأعيننا، يد الله فوق أيديهم وأمثال ذلك. زين، هذه آيات متشابهة، المعاني المرادة من هذه الكلمات معاني مجازية، المراد من اليد القدرة، المراد من العين الرعاية. زين، الآية المتشابهة أخذ بها وترك الآية المحكمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ترك الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السبب في ذلك شنو هو؟ أنهم تركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت كانوا يبينون ما قاله الرسول، من ذاك الطرف منعوا تدوين الحديث، وإجا كعب الأحبار وهو يهودي من أحبارهم أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وآله، هذا إجا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وكان يقرأ التوراة ويبين خرافات التوراة وقضاياها، ثم البعض أخذوا ذلك الكلام ونسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وآله افتراءً. هاي الإسرائيليات اللي الآن موجودة في كثير من الكتب غالباً منشأها هذه القضية برعاية السلطة الحاكمة. أقصوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وجابوا البديل هكذا. زين، فسرت العقائد المنحرفة في المسلمين، ثم نسبت زورا وبهتانا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والذين هم كذبوا على رسول الله تم توثيقهم، صار الحديث في الظاهر صحيح. زين، لازم تعتقد بالحديث الصحيح. كل السبب في ذلك هو أنه بالأساس أخطأوا الطريق بإقصاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنسبة للتوحيد، حتى بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. كان الحكام الظلمة يفترون على رسول الله صلى الله عليه وآله، حكام بني أمية بغضا، وآخرون لجهات أخرى. الحاكم يفعل فعل، زين، هذا الفعل قبيح، يريد يبرر فعله. أكو واعظ من وعاظ السلاطين يقول له أنه انسب هذا الفعل إلى رسول الله، ذاك ينسب الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ودي يصير فضيلة للحاكم أنه يدي يتبع الرسول. هو فعل رذيلة والناس يدركون رذيلتها، لكن بهذه الطريقة يحولها إلى فضيلة باعتبار أنه دي يتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله. والكذاب على الرسول صلى الله عليه وآله كثروا، كثير من الأحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله. السبب في ذلك إقصاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذلك إذا الإنسان عرف أهل البيت راح يعرف الرسول. ليش؟ لأن أهل البيت عرفوا الرسول صلى الله عليه وآله تعريفا صحيحا، راح يعرف الله سبحانه وتعالى لأنه فسروا القرآن وبينوا محكمه ومتشابهه وسائر الجهات فيه بتفسير وتأويل صحيح. وإذا أطاع الأئمة كلامهم كلام الرسول صلى الله عليه وآله كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا أطاع الأئمة فقد أطاع الرسول، وإذا أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول في هذا الباب، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب نتركها إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.